تكون الله ينعدين ديماكم واحد واحد. قال لك اللي هرب للجواج هاكو بيديرون فوقاش عرفتي ندى دابا شي شهر شهرين 20 يوم 20 يوم 20 يوم وتقتي به وتاقبيك عادي ما صدقتش بحال خوتك طلاق مالك مخلوع قول له عمي بسم الله عليك ترجل شويه جمع راسك ما تخلع ما والو اصاحبي ماشي مصدوم دابا كيف ما كتشوفوا انا ما كنتش كنتوقع راسي غنوصل لهذا النهار هذا ولكن الحمد لله بعد ما وصلت لي انا فرحان بزاف كنضرب لا عمي اش كيبقى يهضر ايوا يا حميد انت العقد دابا دايرين حنينه مع بعضياتنا تنتزوجوا ان شاء الله وكنتي تخبرينا تصيبينا على الاقل نوجدوا الحليب والتمر والورد والزهر ونضربوا البندير ونزيدوا حتى الطر كنتي بيدير وخليتيني وطيري زعتر ودابا نزار دابا درتيه في جنبك باش ما يضربك حتى واحد ولا شنو لا دابا هذا بغاتو غير واحد الشهرين ولا 3 شهور وتكتب فيه البنيه تلصق عليه في سميتو تولي سميتها السبيطي فهمتي انت معلم عندي امل اني غنولي مليونير انا ولد حاسي امي تحزمت القرعه تبي الفقوس وقالت لها هيا نقطعوا الشارع تيقول سي هضره ما هي هذيك اللي ضر عليها تزوج بها راه خدها بفلوس اصلا انا غنقول لكم قدام كاع الناس اللي كيشاهدوا هذا الفيديو هذا انا عاجباني كيف ما هي خلاتها التاكس ما كاينش واحد ما كيبغيش اسمحي لي مال الاستاذه مالها استاذه نشرح كاين شي راجل ما تجاش عليه المؤخره ابوني نريلي بارطاجي شوفي في هذا الوقت هذا كيشوف لك الراجل في مؤخرتك قبل ما يشوف لك في وجهك والله لا طلعت معلمه بس لا البنت خبره بصراحه يعني انا هكذاك دايره عاجبني راسي وعجبني مؤخرتي الله يخليها لي صافر علامه الساعه هذه كامل بحال ما كاينش علامه حتى الراس راه غير البقره وعندها مؤخره فما نبقوش نهضروا على المؤخرات وما نبقوش نطلعوا التفاهه الله يرحم الوالدين الاحساس ديالك بحال الحصول على كاس العالم دابا واش عاش اكثر من كاس العالم ما هذه الضحيكة؟ هذه ضحيكة الدعارة زعما ماشي هذاك هو نزار كان حشوم كنت كنتبغى غادي انا وياه ولا شاف شي بنت كيحضر راسه كيهضروا لي بزاف دوك هذوك المعجبات هذاك الشيء وما كيبغيش يجاوبهم ظريف مرزق ايوا هو ظريف ولكن بعد مرات مسكين كدور لي في الخوا راه كنموت عليك انا ده حاسي راه نضرب راسي انا على قبلك ما عنديش انا مشكل كاين على البحيات بط امك لا انت ولا دابا نقول يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيته يعني راه قال لي عمر الاحمر طيب جلسه حتى انا مقلت حتى انا مغيس غالي خويا شوف انا كاين ملي انا مقلت ولا مغيس حتى انا مغيس الله يهديكم حتى راجع اكثر طاح الحك وصبغطاه ربي بغا قال دير تجاب ليها ربي هاد وجه الناس ظريف ومأدب وكيحماق عليها سنعود بعد قليل السلام عليكم انا حبيب ندى السابق مرحبا زرتنا البركه هذيك ندى حسي واحد القضيه نقولها لك هذيك كانت معاشره معايا في 2015 وانا المده ديالي معها 4 شهور هو مين ده انا عارف يا اختي ومراه كنت فاجئ باللي نزار كيطلب منا الزواج ايه ودرك تاني عاوتاني ولينا في حاجه اخرى تاني هذا ما يكون معايا كل معايا على القرش شنو بغيت ندوي مع نزار فهمتيني راه زيرو داك السيد فهمتيني داك السيد راه احمق كاينه هذه وري فهمتيني راه نقول جوج كلمات من هنايا الا كان شي حاجه يدير معايا كومبا داك راه ولي راه داوي فهمتيني جي دير معايا كومبا ونشوف هذيك الساعه اللي ربح يديها حنقطع على بعضي ولا ايه وانا نزار كنقول لك اجي عندي طنجه
ولعبوا مباراه الكيمبوكسين انا وياك السيد اصاحبي واذا غلبتيني عندك سيمانه في احسن اوتيل في المغرب والراجل كيتربط بلسان الله العظيم نسيبك وكتعدينا شي خت يتزوجها عندك سيمانه في احسن اوتيل في المغرب وعندك طونوبر انا كنكريها من الجيم ديالي ونعطيها لك واذا غلبتيني في الكيمبوكسين شني عاوده عاوده راني عارفه هذه عاوده فين سامعها الكيمبوكسين طب يلا بقى اتكل على الله عشان الليلادي تعدي على خير مازال صغار عليها وانما بولولوت نعرف عاود شنو قلتي ما سمعتكش مزيان انما بولولوت نعرف مالا هذا فامري 19 عام يا ضنايا هي فامري 24 عام حقا مازال واخا باقي صغار عليها وانما بولولو كيتمناو اي واحد علي النعمه انت تتكلم صح عدنا احسن اخويا نزار عطينا كلمه اخيره بعقلها حبلي فيها ما هو من سنوات وهادي كنت بدير وخليتيني وطيري طيري غادي نضطر انني نعيط على باه كاين ولدي ما كيسمعش ليا علاش كيسمع ليا انا هذا الحمار اللي بغى يتزوجك يتشاور معايا ما غنديرش معنا هذا الشيء شادي شوف شوف شادي بزاف ديال الناس ما كيحملوهاش انت ما عارفين هاد القضيه هادي ودوك اللي ما كيحملوهاش ما كرهوش يكونوا حداها العدس نكمل لكم اذا في هاد الحاله هادي من هنا لقدام ملي غادي تشوفوا ان ولات بنت هي اصلا بنت الناس هزلت لي سي الله يزلت متعوده دائما عمي نور الدين عمي شوف ولدك اش قال قالك من لا قدام فاش تولي بنت الناس واش انا عمي نور الدين ماشي بنت الناس لا بنت الناس انا اللي مشيت عند العائله ديالك وشت باك وشت امك الله يعمرها دار ناس طيبين اوي 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 ما قلت له علاش ما غتبقاش دايره بحال هكذا بلاتي غتبع طريقي انايا اقسم بالله العلي العظيم تتبدل لانني انا راجل وخاصك تسمعي الكلام ديالي هاي 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 علاش تضحك الله ضري هاي 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 انت كديري تريح انا بلاتي تريح A few moments later كنضحك واحد ديالي واش انا غندير معاك شي حاجه شوف وراه الراجل وليت كيس وليت تحكم عليه مراته انت راجل انت راجل وراجل وتعرف الهضره ديال الرجاله غنقول لكم علاش لان المرأة هي سنة الحياة شوف غنقول لك واحد القضية الا كنت درت انا ونادى شي حاجة فراه بالحلال واش درناه ماشي ما درناش اش درنا ايه هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت قاعد يقول الكلام اللي راه مزوجين دابا على سنه الله ورسوله واخا تبقاش عطى البنادم درنا ولا ما درناش هما عارفين راه درنا يوا صافي اللي عارفين درنا شغلنا هذا نقول لكم واحد القضيه عمرني درت في حياتي الا درناش ودرنا داكشي بالحلال باش نوضح لكم داكشي كنديروا امام الكاميرا اي حاجه كنتشاركها انا امام الناس يخرب عقلك انت مسخره تقلبت الايه قال لك انا دابا اللي دخلت عليك فاش انت اللي دخلت عليا والله وانا انت اللي دخلت عليا اش نكذب والله الا انت اللي دخلت عليا بالله استغفر الله والله الا مازال بميكتي اقسم بالرب العلي العظيم انا باقي بالسلوفان ديالي ندى انت ما كتكذبيش عارفينك انت ما كتكذبيش عندك غير نيشان قولي لي هاد الهضره ديالي كنقول واش كاينه ولا ما كايناش هضري عطيتك الموافقه لا كاينه والله الا مازال بميكسو طردك تلميكا الله يلا طرد قالت لي الميكاب الله شوف العيالات كي دايره شوف شوف ترى علامه بالصاط هذا عادي عادي شيخي كينعسوا الوالده قدام عينيا بابا نقول بابا والله انا بنقول بابا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل